السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير حبيباتي مشتركات القناة، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. رايحين نديروا مع بعض قطعة أخرى من قطع طقم الرضيع. كنت أمس درت لكم الفيل، اليوم راح ندير قطعة أخرى أيضا كاينة في القماش هذا واللي هي عصفور صغير. كنت خدمته قبل فترة وكان يعني ما درتش الطريقة، يعني كنت طلبته مني، حبيت ألبي لكم الرغبة تاعكم. وأيضا كاين هدف آخر من وراء هذا القطع، هو أنه كاين بعض التقنيات في الخياطة ما يبانوش في الأمور الروتينية اللي نخيطوهم، لي دغا لي كوسا، كي نخيطو مخايط، كي نخيطو أوز، كاين عفايس صغار أو ديزاستوس، يعني يبانو غير في الأشياء هذو الصغيرة ولكن فيهم خدمة معقدة شوية، راح تمدلكم أفكار وحيل في الخياطة كيفاش تتحيلو على القماش، كيفاش تركبوا القطعة مع بعضهم. اما الاخت اللي سقصتني قالت لي وعلاه هذو الاشكال نخدموهم، هذو يا اما يكونوا هكذا وسائل تزيينيه فقط، يعني ديكوسان ديكوراتيف، او يكونوا تضيفوا لهم اربطه في الجانبين وتستعملوهم على تور دو لي، يعني انتم هنا احرار واش ديروا بهم، يعني عندهم عده استعمالات. هنا البنات انا اليوم راح نخدم الشكل تاعي على باترون، يعني في الورق او في البلاستيك، يعني انتم مش موالفين تخدموا. راح ندير نفس التقنيه اللي كنت درتها معكم المره اللي فاتت او امس، طبعا هي تقنيه رسم الدائره. قلت لكم انا دائما دايره طباشير فيه الخيط ونرسم به الدائره تاعي. هنا ديت الدائره تاعي نصف قطرها 17 سنتيمتر، يعني كبرت شويه الدائره لانه هي اللي حتشكل لي كامل يعني جسم العصفور اللي راح نديره اليوم. طبعا هنا خدمت على الورق ايضا لاني اول مره نخدم يعني هذا الشكل، هو شوي اكثر تعقيدا على الفيل يعني البارح. ديت هذه الدائره الكبيره، من بعد جبت دائره اصغر منها، كنت حبيت شويه اكبر من الشريط اللاصق، لقيت هذه خدمت بها الدائره تاعي. طبعا انا نستعين باي حاجه متوفره عندي باش نرسم دوائر كي ما يكونش عندي يعني شكل معين. هنا رسمت الدائرة هذه، تقريبا كان القطر تاعها 12 سنتيمتر، حطيتها على نصف القطر تاع الدائرة الكبيرة ورسمت هذيك الدائرة الصغيرة. من بعد نروح نربط الخطوط تاعي مع بعض بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة، يعني الصورة أبلغ يعني من الشرح تاعي. طبعا من بعد نكمل الشكل كامل هكذا باش نروح نقصه كما راكم تشوفوا فيه الجسم تاع العصفور، يعني شكل هو بسيط جدا جدا، يعني ما كاش ما ابسط منه، ما رانيش حندير حاجه معقده. اما هنا فديت نفس الدائره ولكن هنا ما ديتش القيس هذا، فقط زدت عليها 2 سنتيمتر، يعني زدت على المحيط تاعها 2 سنتيمتر، يعني تحصلت على دائره كنت صغيره فيها 12، يعني هكذا تحصلت على دائره قطرها 16 سنتيمتر. وزدت واحد الاضافه كشغل مددت شوية في الدائرة تاعي حتى تحصلت على شكل ماشي بيضاوي ولكن في هذيك الزاوية من الأعلى شكل قطرة تاع ماء تقريبا، باش ندير الجناح تاعي هكذا. زدت يعني مددت شوية، من بعد نروح نقص هذا الشكل اللي راح يشكل لي الجناح. هنا الحجم تاعو ديتو مناسب للجسم تاع العصفور، يعني ما نديرو كبير ما نديرو صغير. نقص الأشكال تاعي من بعد نروح نطبقهم على القماش، يعني نحط نثبت الباترون تاعي على القماش، شدو بلي زيبانغ ونفصل. انا هنا كنت درت عصفورين، وكل عصفور بجناح واحد، الجناح يجيني في الوجه الامامي تاع العصفور، ما رانيش راح ندير له في الخلف، راح ندير جناح واحد. كل جناح كما راكم تشوفوا فيه وجه امامي ووجه خلفي، زوج اجنحه تاع زوج عصافير كما قلت لكم في الفيديو اللي فاتت، راهو طقم تاع توام. نجيب واحد من العصافير كما راكم تشوفوا ونجيب واحد من الأجنحة، راح نوريكم الطريقة اللي نثبتوا بها الجناح على الجسم تاع العصفور بلا ما تبان الخياطة، بدون ما تظهر لي الخياطة في الشكل العام، يعني كي تشوفوه مثبتة من الداخل بلا يعني ما يكون الخياطة هذيك واضحة. هذا هو الوجه الأمامي تاعي تاع العصفور اللي راح في الأخير ندير فيه العين، ندير فيه بابيون صغيرة. وجبت الوجه الخلفي تاع الجناح، هذا الوجه الخلفي ماشي الامامي، نروح نثبتو على القماش الوردي. طبعا بخياطه انا درت هنا حرف زائد، درت زائد، تهم تحب ديروا اكس او اي حاجه ثبتوا بها او دائره، المهم ثبتوا الجناح على الجسم تاع العصفور. من بعد نقلبوا ونروحوا نطبقوا هذاك القماش الوردي هكذا للداخل، طبقوه كامل باش نخفيوه لداخل، شدوه بايبانجل هكذا باش ما يتفتحناش، ما يعني باش ما يهرجكمش. من بعد نروح نجيب القطعة الأخرى تاع الجناح اللي هي القطعة الأمامية،
نحطها في المكان تاعها قد قد. شوفوا يعني عملية بسيطة جدا، ما تديش منكم يعني، ما نكذبش عليكم أنا عندي متعة في هذه الأعمال ونحب نخدمها، نقدر نقول بالطبع، ما نحبش ندخل يعني. تقدروا ديروها بخياطة يدوية، ولكن ما كانش كيما الخياطة تاع الماكينة، أفضل كيما تعرفوا، ديرش الانكماش يعني، وتكون أتقن من الخياطة العادية. هنا جبت لاوات تاعي باش نبطن الجناح. طبعا الجناح ما رانيش راح نديرو فرغان، راح نديرو ممتلئ ولكن طبقة رقيقة. أنا درت فيه طبقة واحدة تاع لاوات، نروح نخيطها ساير داير مع الجناح، ونخلي الفتحة من الأسفل، ونقلب الجناح تاعي. قبل ما نقلب نروح نكرونتي هذاك التقعر. كما دايما نقول لكم، هذا التقعر لازم تكرونتيوه باش ما يشكل لكمش انكماش من بعد، والله باش ما يشبح لكمش القماش. نقلب الجناح تاعي ونخرج هذيك القطعة الوردية اللي هي وجه العصفور، الوجه الأمامي طبعا تاع الجسم تاعو، نخرجها مليح، نحي ليها ليبانكل، ونحاول نقلب الجناح بصورة جيدة، نخرج له الزاوية جيدا باش ما يبقى ليش أيضا الانكماش. هنا البنات هذو الحركات الصغيرة هذو يعني، أنا دايما كل فيديو نعاودهم، نقلبوا نخرجوا مليح الزاوية، هذو هما الأمور اللي يبينوا لكم خدمتكم ويمدوا لكم طابع جميل للخدمة تاعكم. يعني هذا هو الإتقان، إذا حبيتوا تتقنوه تخوصوا البيبي لازم عليكم تتبعوا الخطوات هذو كامل بحذافيرها، لأنه هذو هما اللي يمدوا لكم النوع هذاك تاع الأمور المميزة، الإتقان يمدوا لكم يعني، هما حوايج صغار ولكن يبانوا من خلال هذا الأمور الصغار. خلاص هنا حنا ندرج او نخبي الجناح تاعي، ونروح نخيط سير داير على الجسم تاعي تاع العصفور، ونخلي له الفتحه من الاسفل. هنا طبعا انا نروح نضيف لاواط، نخيطها مع الجسم تاع العصفور، ونروح نقص الزائد. هذه ايضا دائما نخدم بها معاكم، الا في الاشكال اللي تكون معقده بزاف ما نقدروش نضيفه يعني لاواط هذه، فنضيفها من بعد يعني إضافة بلا ما تكون مخيطة، ولكن في معظم الأحيان نخيطها مع الشكل أفضل. نروح نكمل نحي الفائض تاع لاوات، ونروح نكرونتي هذاك التقعر أيضا اللي راهو جاي في نقدر نقوله في الذيل. هنا طقم الرضيع البنات، إذا كان تبعتوا الخطوات هذو كامل، وما لازم تصبروا له يعني، ما لازمش تغصبوا فيه ولا تقولوا نعمر وخلاص، لا لا، هنا لازم تخدموه يعني بصبر، وتخدموه بحب. اذا كان ما خدمتوهش بحب ما راكمش راح تحصلوا على النتيجه اللي تكون مليحه. وبزاف من الناس ما يخدموش تخوص البيبي لانهم ما يصبروش، ما يحبوش يخدموا القطع هذو الصغيره، لانهم تبان لهم باللي انه تشد لهم ايدهم، وطبعا ما يقدروش يصبروا على كل قطعه وحدها مع التفاصيل هذو. هنا انا راني العصفور تاعي نسيت له نسيت المنقار راح لي الاسم تاعو، راح درت مثلث عادي جدا ودرت فيه لاوات الداخل، خرجت الزاويه طبعا تاعو مليح، وعاودت قلبت العصفور تاعي يعني على الداخل يعني، وفتحت الخياطه منين ما درت هذا المنقار، ودخلت المنقار للداخل، وعاود خيطت عليه. من بعد كي نقلب العصفور رايح يعاود يخرج لي المنقار للخارج. هذا هو البنات، كنت درته بنفس لون الجناح هكذا باش تكون حاجه بارزه وواضحه. هنا راني خلصت العصفور تاعي، نروح نعمر لاوات في الجهه الخلفيه، طبعا ما نعمرش في الجهه الاماميه هكذا باش ما يبانوليش التكتلات في الوجه الامامي تاع العصفور، ونكمل نرسم له عين بلا بينتيغ. هنا طبعا انا ما رسمتش ما درتش بالطرز، هنا على حسب السعر اللي طلبته مني الزبونه درت لها غير بلا بينتيغ، درت لها هذيك بتي نو في الراس هكذا، ديكور خفيف. هذا الشكل نقدر نقوله بنوتي شويه يعني، حاجه كيوت ماشي خاصه بالذكور، خاصه بالاناث. شكل بسيط جدا ولكن العمل تاعو فيه تقنيات بزاف، تقدروا تستخدموا هذو التقنيات ولا تمشيو بهم ديما كي تكون عندكم امور هكذا صغيره نقدر نقولوا معقده، ولكن يعني فيها حيل كيفاش تتحيلوا. انا هنا الجناح تعمدت اني نخدمه بهذه الطريقه باش ما تبانليش الخياطه، باش ما يبانش الجناح كيفاش راهو لاصق في الجسم تاع العصفور. انتم اليوم اللي راحين تخليوا لي السعر
ديروا لي اسعار مقترحه على هذا القطاع، شحال راكم تخدموا فيهم؟ اللي خدموا بزاف تخوصوا البيبي. على بالي قلتوا لي المره اللي فاتت باللي لي كليون تاعكم ما يتقبلوا لكمش الاسعار العاليه، معليش المره الاولى انتم اخدموهم نقدروا نقولوا من عندكم اقترحوهم انتم، ديروهم سعر عادي كيما الغيمه كيما النجمه، من بعد يوليو مطلوبين عندكم. المهم انتم تبينوا الخدمه تاعكم في هذا القطاع وتنوعوا في القطاع تاع تخوصوا البيبي، لانه قد ما كان متنوع وقد ما كان فيه يعني الوان اضافيه واشكال اضافيه قد ما كان يعني تخوصوا مميز. هنا في لا فيديو قلت لكم خليوا لي في التعليقات اقتراحاتكم تاع الاسعار، وفي لا فيديو الجايه راكم رايحين تشوفوا الطقم كامل، راح نمد فيه القياسات اللي خدمت بها وباقي القطع اللي كنت درتها وتشوفوا الطقم كامل. ما تنسونيش بلايكاتكم البنات لي جام لي جام في لا فيديو لي جام، عندهم تاثير كبير في القناه. اذا كان حبيتوا القناه تطلع خليوا لي لي جام لا فيديو، خليوا لي تعليقاتكم الجميله بجمالكن حبيباتي، وفضلا وليس امرا بارطاجيو لا فيديو هكذا باش يلحق تلحق الافاده لاكبر عدد ممكن. تهلاو في رواحكم ومع السلامه.